احنا عملنا تاريخ للدراما اللي من الاساس بيقال دايما ان الدراما ملهاش تاريخ وان السينما هي التاريخ بتاع الفن. لا، احنا ارخنا للبلد دي في فترة الثمانينات والتسعينات كويس قوي. مش أعمال أنا بس، الأعمال اللي أنا اشتغلت فيها، لا، كل الأعمال اللي يعني ما تيجي تقول ليالي الحلمية، تقول جسر الخطر، تقول زيزينيا، تقول الشارع الجديد، تقول بوابة الحلواني، تقول ليالي الحلمية، تقول حاجات كتيرة جدا، يعني اسمه إيه ده؟ الضوء الشارد، محمد صفاء عامر، إيه الجمال ده؟ إيه عظمة وحيد حامد؟ إيه عظمة محمد جلال عبد القوي؟ انا ما عملت معاه عمل واحد في بداياته هو، وكنت انا في بداياتي برضو، اسمه اديب، قصة دكتور طه حسين. شوف الناس، شوف المجموعه اللي كانت بتعمل العمل ده مين، او من وانا كنت لسه عيل صغير كده، يعني لسه بادي حياتي، بداياتي 81 الكلام ده. فتلاقي مثلا ايه، نور الشريف على نوره، على امينه رزق، على صلاح السعداني، على الهام شاهين كانت في بدايتها برضو. لا اله الا الله في العمل، اخراج يحيى العالمي، قصة دكتور طه حسين، محمد جلال عبد القوي اللي كاتب، ايه العظمة اللي كان كاتبها دي؟ لا، احنا الحمد لله رب العالمين، احنا ما عدناش كده، يعني ما عدناش في الفن كده، لا، احنا عملنا حتى لو على مستوى الدراما، احنا عملنا تاريخ للدراما في مصر. الدراما التلفزيونية لما بتنجح بتنتشر انتشار واسع أكتر من السينما، ومع ذلك تظل السينما الحب الأول. مش هنشوفك في عمل سينمائي قريب؟ والله انا لسه معتذر عن عمل سينمائي اول امبارح كده ولا بتاع، ما نعرف ايه السبب. ضعف السيناريو. انا يعني انا ما دخلتش اعمل في، ما عملتش سينما من كام، الجزيره 2 الجزء الثاني من الجزيره، شوف انا مش فاكر كان سنه كام، 14 15 حاجه كده. فما ما فيش افلام. وبعدين تلاقي ايه الفكره او المضمون اللي عايزين اللي يتكلموا عنه شيء جيد قوي، لكن التناول ضعيف ضعيف. ليه؟ عايزين يعملوا في قالب كوميدي. طب ما الكوميديا دي اصعب، كتابه الكوميدي اصعب من كتابه الدراما او التراجيدي او الميلو دراما. فان هو عايز يعمل ده يقوم يهيف الدنيا. للاسف احنا يعني الكوميدي دلوقتي بقى هو الهيافه، حتى يعني تلاقينا مثلا اغلبيه الناس كلها يعني او اللي بيحترموا نفسهم بعدوا عن شويه عن الكوميديا، الا ما رحم ربي. يعني مثلا ما في مسلسل كان اسمه فوق السحاب، عملته بشكل كوميدي بس ما من الشخصيه، والشخصيه هي اللي من انفعالها هو اللي طلع الكوميدي، لكن مش ان احنا قاصدين ان احنا نزغزغ الناس او نستظرف عليهم بس. ايه راي حضرتك في فكره الجمع بين نجوم القاهره 95 النهارده؟ جميل، يعني ان احنا ما تنسيناش، يعني احنا لسه موجودين على الساحه، طبعا شيء عظيم يعني، وان الناس لسه فاكرانا ولسه عامله لنا، طبعا احنا لسه موجودين ولسه فينا عطاء، لكن ان هي فاكره ان احنا عملنا، يعني زي ما انا بقول لك ان الفتره دهيت كانت فتره صناعه تاريخ للدراما من قطاع الانتاج، من صوت القاهره، من بدايات كان مدينه الانتاج الاعلامي، وكان لا طبعا لا استوديو بس، انا بتكلم على شغل الحكومه لما كان التلفزيون حكومي. للاسف بعد كده المساله تدهورت كتير. يعني كنا عايزين نعرف ايه جديدك الفتره اللي جايه بقى. الفترة اللي جاية للأسف إحنا لسه متوجسين، يعني أنا في مثلا في مسلسل بتاع مدام سميرة أحمد متكلمين عليه، بس لسه ما ابتدوش فيه، اللي هو بالحب هنعدي، بقى لنا بنتكلم عليه من الشتاء اللي فات، لكن للأسف لسه ما خدش حيز التنفيذ. في مسلسل تاني اسمه ابن عز، قصر عز، صورت فيه يوم وما أعرفش، وقف في ظروف غامضة، لسه إحنا مش عارفين بالظبط هتوصل ظروفه لحد فين. عايزين حضرتك توجه كلمة لكل الجمهور اللي بيشوفنا في العراق من خلال القناة الشرقية. والله يعني أنا بقول لهم قلبنا وحبنا وعقولنا وعينينا كلها عندكم، ويا رب ترجع العراق واحد زي زمان، عراق متصل كله ببعضه، يرحمكم من كل حاجة وحشة هي ممكن بتحصل. نقول يا رب
وان شاء الله بالاراده وبعزم الشعب نفسه الدنيا هترجع، لان كل اللي بيتعمل مش في العراق بس، في المنطقه العربيه كلها الى زوال، لان مش هينفع ان هم يقسموا او يعملوا اي شيء يضر الشعب العربي ده، لان هو الاصل وهو الاصيل. هم ما فيش حد، يعني ما تقوليش اي شعب تاني فيه اصل وفيه عراقه زي الشعوب العربيه.